تختلف أنواع الجلابة الوزانية باختلاف جودة الثوب ونوع الخياطة والزركشة المستعملة في صناعتها، فكالقاو، الجربية والمحربلة والدواقة. وخياطة الجلابة الوزانية كتطلب نوع من الدقة والمهارة العاليتين. ولمسايرة الموضة وإضفاء لمسة عصرية على الأزياء التقليدية، كيتفنن كل صانع تقليدي في إضافة لمسته الخاصة وابتكار أشكال جديدة وفصالات حديثة، الشيء اللي كيسمح لهذه الحرفة بالبقاء كإرث محفوظ من الاندثار. الحرفة ديالنا هي المهنة ديال الخياطة، كتصنف صنف الفنية الإنتاجية، ومن طبيعة الحال على أن هذه الحرفة هذه فهي من أقدم الحرف، لأن أول ما كان كيلقن هذه الحرفة هذه كان كينقل هذه الحرفة هذه. نعم، هذه الحرفة هذه يعني الأجيال كاملة اللي تعاقبت عليها. ولكن حاليا ما يتعلق بالجلابة الوزنية كما شفتوا عندنا في الشارة اللي هي معلقة، الجلابة الوزنية هي اللي بغينا نقولوا كتصنف من ضمن اللباس الوطني. لابد خص من واحد الإبداع، لابد خص من واحد اللمسة اللي هي جديدة في هذا القطاع هذا، باش الكل يبدا يتعاطى لها. إذا أول ما فكرت هو في هذه الجلابة، فهمتي؟ الجلابة يعني تقول على الشكل ديال المونطو. إذا كانت مدينة وزان ارتبط اسمها بصناعة الجلباب التقليدي منذ قرون وشكل النشاط الرئيسي لفئة عريضة من السكان، فذلك كان بفضل إيمان الصانع الوزاني بقوة الدلالة الرمزية اللي كيحملها هذا اللباس، سواء على مستوى التاريخي أو الحضاري للمنطقة. الإكره اللي عندنا كاين الإكره ديالو في الدرجة الأولى، هو المواد الأولي اللي هو ديال القيم. الإكره الثاني هو على أن المرأة الصوافة ما بقاتش كتعاطى لهذه المهنة هذه. علاش؟ لان بقاش كتصور فيها. انا لابد خص واحد الالتفات للمراه، لان الا ما كانش المراه على ان هذا القطاع هذا كيكون كيضيع. علاش؟ لان هاد الصوف، الانواع ديال الصوف اللي كتشوفها دابا هذه كتغزل، اذا كفيها ثلاثه المراحل. اذا المرحله الاولى على ان من بعد ما كدوز من القزه ديال الصوف، يعني الغساله ديالو كتكون باقا موسخه، كتغسل، كتمشي تكبرت، من بعد كتكبرت كتقارشل، من بعد كتقارشل كتغزل، عاد كتنزل للسوق مره اخرى. مدينة وزان اشتهرت بصناعة العديد من الأزياء التقليدية، من أهمها الجلابة الوزانية اللي ظلت منذ القدم كتحمل دلالات الموروث الثقافي للمنطقة. فرغم إغراءات المنتوجات ومختلف أنواع الملابس العصرية، فما زال عشاق الجلابة من الشمال محافظين على ارتباطهم الوثيق بهذا اللباس. وصانع الجلابة الوزانية استطاع باستخدامه لتقنيات الحياكة بالنمط التقليدي الوزاني أنه يخلي حضور هذا النوع من اللباس مستمر عبر الأجيال.